قال له الله يجزيك خير، بنا العلاقه ديال الرئيس مع نادي الهند. قال لهم انا كنت مدير تقني وكنشهد امام الله، يعني ما عمر تلاقيت مع السي رباح ولا تذكر معايا شكون اللي كيلعب ولا شكون اللي يدخل ولا كيفاش داير. علاقتي مع النادي الهند كرئيس مش عارفوا الاخوان، واذا كان بالاخرين يحشموا شي شويه ولا بغيتو تسولوا الرؤساء كاملين، ورا الرئيس اللي فات واي رئيس عاقل كيتكلم علاش علاقتي معاهم. وكل مره كنحاولوا نحلوا المشكل المالي في اطار الواجب، ما كنمنوش عليهم اطار الواجب. سي عزيز نقطه، الاخوان دابا حنا دايرين لايف وبعد سكوير ولاو كيتصلوا كيحطوا سؤال. انا بغيت الاشاعات ماشي الاشاعات العمران طابقين اشاعه كيقولوا بان المشاكل ديال العمران كله كيجي من البلديه. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا راه سؤال عتحدى. لا لا داك شوف، انا نقول لك سي محمد، كنت مع الاسف الشديد اولا المشاريع ديال العمران هناك لجنه يرأسها السيد عامل، والجماعه ما هي الا طرف في هذه اللجنه. وانا نقول لك اكثر من ذلك، لا اللي كيعاون العمران يمكن لك تسول السيد كانوني وتسولهم اللي كيعاونهم باش يحلوا المشاكل في المدينه، جماعه القنيطره نهار اللي احتاجوا باش نحلوا المشكل ديال المخالف، لان المخالف وقع فيها مشكل من جده اعاده الهيكله، داروا بحال بقاو تيتبعوا الخاوي، بمعنى باش يديروا الطرقات، لقينا ما غيدوز لا قادوس ما دوز لا طريق. نضنا قلنا لهم ما يمكنش نقبلوا بلان بهذيك الطريقه، خص يدار بلان نقاد، لقينا بان غتهدم 1000 دار. بقاونا كنقلبوا كي غنديروا. جلسنا درنا اتفاقيه وفرت لهم الجماعه 3 ديال المليار باش شرينا الارض اللي فيها 17 الهكتار اللي حدا المخاليف، باش اللي تهدم كيعطيوه البقعه تما وكيعطيوه التعويض ديالو اللي تهدم. كاين شائعات تقول انك عرقلتي صفقات دخول شركه النقل الحضري من اجل تشغيل الحافلات الصغيره اللي في ملكيتك في القنيطره، وانه المداخل من هذا الشيء غادي يتم استثمارها في الحمله الانتخابيه. بغيت كعيد كنطلب منك هذوك اللي قالوها وريك شي رويضه ديالي. ماشي في حافلة، رويضة ديالي أنا نزيد رويضة ديال شي واحد خويا ولا مراتي ولا العائلة ديالي ولا نسيبي، بغيت عا شي واحد يجي معاك حشومة هاد الكلام. بحال ما كايناش دولة في هاد البلاد، مخليها الفوضى، مخليها رئيس كيدير اللي بغا، بحال ما كاينش دولة في هاد البلاد، يعني حشومة هاد الكلام. وحنا اللي جالسين كنجريو حتى دخلنا شركة وعطيناها فين عطيناها كرينا لها البارك فين تكون ووقعنا معها اتفاق، يعني جالسين كنجريو باش يدخل النقل الحضري. ولذلك انا كنطلب من الاخوان يركزوا على الشائعات اللي هي عندها شويه المعنى، ولكن انا متفق معك على هذه الشائعه، ولكن حشومه عليهم. انا نقول لك ماشي عارف شنو اللي كاين، هذه القنطره من اصعب القنطرات اللي كاينين، لانه كان مطلوب اننا نعاودوا نثبتوها لان قديمه. داخله بالمناسبه هذه القنطره داخله في واحد المخطط الاستراتيجي للمدينه، وداخله في اطار الشراكه ما بين الجماعه وما بين المكتب الوطني للسكان التحليلي. مزيان هذا السي في النيش باش تعرف، والاخوان مزيان يعرفوا هذا الشيء شنو اللي وقع. فاذا مشينا للدار دي دوبلوم ولا لاحظتي ديال القنطره التحليلي ديال المنتشفين، وراه باقي ما سالاش، لان عاد غيدار ليها الله يجزيكم بخير عاد غيدار ليها التزيين، عاد غيدار ليها الاثقال تقريبا شي 450 مليون، رحنا وجدنا اتفاقيه والدار الدوبلومون ديال القنطره اللي تحت اللي كتمشي للجامعه ولاو فيها جوج، وراه الان كتفينا. وكنا غنديروا قنطره كتخرج من عباد باش تمشي لشارع المسيره، ما كناش كنديروا. دابا غدار قنطره اتفاق مبدئي مع السيد العامر والمنصب، غدار قنطره في العصام باش الكاميرات تبقى يدخلوا من العصام للمنطقه الصناعيه، مابقاوش يجيو حتى لوسط المدينه ويخرجوا. وهذا القنطره ديال شارع محمد الخامس، هذه القنطره ديال شارع محمد الخامس، لانها اولا ضيقه كيتموا غادي الناس وضيقه، ثانيا قدامت. هذه القنطره يعني انا ما كنتش بغيت نتكلم فيها، ولكن مزيان طرحتي السؤال. يعني صح، هذه القنطره كان فيها واحد التعقيدات تقنيه، كان ما يمكنش تخدم الا في وقت وجيز حيت الترانات كيدوزوا، حيت كيخصك تصيد هذوك الاعمده التحتانيين، فتيخدم بضع ساعات، هادشي علاش تعطلات. ثانيا مع السيد العامل مع المصيف قالوا يا ودي مادام ان يمكن تدوز السيارات بعد ما دار التيست، بعد ندوزوا السيارات ومن بعد نديروا الفينيسيون. فتم الاتفاق على هادشي. إذا السيد العامل جا هو ما تيفكرش في الانتخابات، كيفكر مصلحة المواطنين، فجميعا فكرنا في مصلحة المواطنين، والعيد جاي والصيف جاي، فإذا الحمد لله أطلقت هذه. طبعا كما درتي معاهم عطلتيها، راه كيقول لك هذا عطله حيت عنده طلقتيها راح جاي الانتخابات. المهم ولكن أنا بغيت نقول لكم ما تسمعوش الإشاعات، سمعوا هذوك الإشاعات اللي تضرب منظمة مزيان واللي محبوكة مزيان. ملي مخلص حزب العداله والتنميه من 2003 هما كيقولوا بان طرح حاره كل موقع عنده سؤال، دابا حيت شي اخوان كيتعاونوا بغيت باش يطرحوا عليا اكثر من سؤال، ولكن معليش ما كاين باس، انا معاكم حتى للثمانيه حتى مشكل. اللي جات بالكم الاشاعات قولوها، واخا تكون ما كايناش ولكن قولوها. يعني وانا كنقول لكم واحد القضيه، انا كنعطيكم الاذن
اخوان اخوات الصحفيين، انا كنعطيكم الان وكيعطيكم الى سمح لي الاخ المسؤول ديال الحزب سي مصطفى خلالي، فتشوا على هادشي كامل اللي كيقول. ان شاء الله يرحمو داك اللي قال لك عندنا فيرما بلا ما عدي ولا ندوزو فيها شي نص. انتوما انا كنعطيكم الاذن، الا قال لكم شي كارت كريز انا كنعطيكم الاذن، فانا عاطيكم انتوما الصحفيين ان تكونوا شهودا على الحقيقه. انا بغيت نقول للاستاذ من 2003 هما كيحلموا بان هذا الحزب غينجح، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، كانوا كيحلموا بجوج ديال الحوايج بخصوص ديال الحزب، جوج ديال الحوايج. واذا كان الوقت نشرح لك منين جاو جوج الحوايج كانوا كيحلموا بها. كيحلموا انه العام الاول غادي ندخلوا للتسيير، غنبداو نلهفوا في البقع كيف ما نلهفوا في البقع ديال الحداد. العام الاول غندخلوا للتسيير، غنوليو كنديروا التصمصير في البرارك ديال بير رامي وفي البرارك ديال عين سنا. كينتظروا غندخلوا العام الثاني غنوليو نلعبوا مثلا في الصفقات. كينتظروا العام الثالث غنوليو كنضفوا العائلات ديالنا، كيقولوا غنطيحوا كيف ما طاحوا شي وحدين. يمكن نقول لك ما قدوش يجيبوا شي وحده من هذا الشيء. هذا ماشي اشاعه. هذه قالوها خصوم سياسيين، ماشي إشاعة، قالوها خصوم سياسيين. أولا نقول لك واحد القضية، قلت لك شي تأكد عندي ميزانية، عندي مكلفين بالميزانية وعندي مكلفين بالمالية وكل شيء. أقول للقنيطريين جينا لقينا الميزانية فيها 17 مليار قل جهالة. اليوم وصلنا لولا كوفيد كنا وصلنا 40 مليار، وصلنا ل 35 مليار ديال السنتيم في الميزانية ديال المالية. نقول لك مرة واحدة ملي جينا بغيت نسولكم الفيك ايها المواطن كتسمعوا شنو هو الفيك؟ هو صندوق التجهيز الجماعي. علاش مديون؟ مديون باش كيعاون الجماعات باش تاخذ ديون باش كتستثمرها في البنيه التحتيه والتاهيل الحضاري والمناطق الصناعيه. هذا مديون، جميع الجامعات كياخذوا من عنده. ونقول واحد القضيه، جميع الجامعات كيطلبوا باش ياخذوا من عنده. باش يديروا مشاريع لصالح ابناء وكيدير واحد النسبه محترمه. طبعا ولذلك هذه القضيه ديال 14 مليار ما 14 مليار يمكن يتكلموا على شي احكام قضائيه واخا، اما هذه القضيه باش تكون طالب. فيما يتعلق بالمشروع الكبير اللي غادي نتكلم على الانجازات ديالو ان شاء الله قريبا، فطبعا مشروع ديال 450 مليار ديال السنتيم في الفيدرال ديال المشروع الاستراتيجي اللي كانت تطلق امام صاحب الجلاله حفظه الله، كانت السيده العدوي قدمت المشروع ديال الاقليم تقريبا في 9 مليار 8 فاصله شي حاجه، وشرفني جلاله الملك حفظه الله بان اقدم المشروع الكبير للقنيطره اللي فيه تقريبا 4 مليار ونص 450 مليار. ثم جبنا درنا البرنامج. طبعا منين كتمول هادشي؟ كتمولوا من اللي كيبقى عندك من المداخيل كتنميها، كتمولوا من انك كتاخذ قرض مع صندوق التجهيز الجماعي، وحنا درنا قرض باقي ما خديناهش، ولذلك هادو عاود لهم ياخذوا المعطيات، هادوك ناقص فيها ما لا قرايه. وثانيا المساله الثانيه وهو انك كتبيع بعض الممتلكات وراه تصادقنا عليه اللي ما عندك ما دير بها، ممتلك كدير هنا 2 مليار 3 مليار، انا نعطيكم مثال بسيط. حنا المحطه الطرقيه غنبني وحده جديده. دونك المحطه الطرقيه تخرج من هذه المنطقه. هذه المنطقة الوسط ولات منطقة تجارية سياحية يعني بامتياز. شنو غتبقى هذاك الغطار الوسط عند البلدية حاطه دايرة فيه؟ شنو كندير؟ كدير طالب عروض شكون اللي بغى يدير مركب تجاري سكني سياحي وسط المدينة. كتدخل هذيك 8 مليار ولا 10 مليار شي كدير بها المرافق، شي كتخلص بها السلالية في الأراضي اللي كتاخذ من عندهم، وشي كتمشي دير بها توسعة المنطقة الصناعية ولا تأهيل إلى غير ذلك. فباش يعرفوا الناس الطريقة ديال الاشتغال، نعم شركه ديال الفضاء قالك دارت لك فيلا في مرويه باش دوزتي مع الصفحه. قول لهم انا ديك الصيف جاي نعطيهم السوار تمشي دوزو بها الكوب. شكرا على هذا السؤال. ولكن دير واحد القضيه مادام تلاقاو قالوا لك الله يجزاك بخير، وانا نطلب من الاخوان الرئيس ديال الصحفيين هو معكم ورئيس ديال الاخوان نوريكم فين كاين الله يرحمك شنقوا على نفسهم معاهم. القرار ديال المنح ملي جا كوفيد الشباب كوفيد تراجعت المداخيل ديال الدولة والمداخيل ديال الجماعة الترابية تقريبا 30%. 30% راه ماشي سهلة، راه حنا كنحسبوا راه 8 مليار 7 8 مليار ناقصة. ولذلك خذت القرار وزارة الداخلية أنه ما يتنفق إلا الأمور الإجبارية. يعني ما عندنا عليها اليوم المنظر ديال الموظفين، خلصوا الموضوع، خلصوا النظافة، هذو تتسمى الأمور، ونخلصوا إذا كان شي قرض كان أدبي. ومع ذلك اغلب الجماعات ما خلصتش الموضوع كامل وما خلصتش يعني النظافه كامله، لان تراجعت ب 30%. هذا العام كنطلب الله باش ما تراجعش بزاف. حاليا شي واحد جا عنده مدلوزين، وانا نقول لك الاخوان العقلاء اللي في مدينه قنيطره والناس مدينه قنيطره كيفرحوا ملي كيشوفوا شي واحد دار شي قهوه مزيانه، وكاين الناس كيمشيو كيهنيو وكيفرحوا ملي كيشوفوا بحال هذا المشروع اللي دار السيد داودي. وبالمناسبه السيد داودي الارض ديالو ما عطاتها لا الجماعه ما عطاتها لا الدوله،
هذيك الارض ديالو شراها حيت الناس كيكذبوا الناس خايفين ايوا حتى نجاوب على هذيك لانك قلتيها باش ما تلاقوش شي حاجه باقي في نفس ونقول لك واللي كيدير شي وزين فرحان به لانه كيخدم الناس في مركز تجاري ولذلك انا كنقولها نعاودها كنفرحوا بالمستثمرين ماشي كنعذبوه وكنسرقوه ما خصهاش الجماعه التراب هذا داز بالديروغاسيون دار في لجنه الاستثناء اللي في السيري اللي كان خاصها السيد الوالي واللي فيها العماله واللي فيها السيري واللي فيها الوكاله الحضاريه وما كتفلت حتى شي حاجه واللي فيها وكاله حوض صبو وكاله حوض صبو راه 11 الوافقه ما يدورش هذاك الشيء وكاله حوض صبو واجتمعوا كاملين وطلبوا منه يدير دراسه حول الامور المائيه ويدير دراسه حول الامور البيئيه حتى دار الدراسات عاد وافقوا